الثقة، الخروج من هذا المأزق، هذا المطلوب الآن حتى نلخص. سعادة الثقة تكون بأن الناس كلها يعني تحاول ترجع لأنفسها وتحاسب أنفسها وتكون التصرفات مبنية على الأخلاق على القيم. اليوم أزمة تونس هي أزمة قيم، اليوم ما عادش ثم قيم، لا تجد ولا في السياسة ولا تجد في الإعلام ولا في كذا، يعني انهيار القيم هو انهيار البلاد. كيفاش ترجع القيم؟ ما نش عارف. أنا على كل حال مسؤوليتي هو نحاول بقدر أني نبقى في نفس الخط ونحاول نعطي المثل بقدر ما نمكن، وخليهم يسبوا وخليهم يقولوا اللي يحبوا، الزمان هو اللي سيفصل بيننا. وتلة تجربة 3 سنوات هو الآن عنده أكثر من 4 سنوات بينت أنه فشل هذه السلطة في تحقيق الحد الأدنى من الحاجات الأساسية. تجيل مش فشل، تجيل. هذا الرجل دجال، أنا نعاود نقول هذا الرجل دجال. هذا الرجل يعني كان يدجل على تصور رجل قانون 30 سنة وهو يقرر في الطلبة علوية القانون، لا شخصية القانون، استقلال القضاء إلى آخره، والناس كانت تصدق وكان يدجل عليهم، والدليل على ذلك أنه لما مشى للقصر فعل العكس تماما، لأن هذا كان يدجل على الطلبة. هو اليوم يدجل على التواس، هاو حرف الفساد، هاو حرف الكذا، هاو كذا هاو كذا، والناس تبلع فيها الأكاذيب. تشوفوه تبروا، شوفوا المثال متاعه هذاك المستشفى متاع القيروان، أو يعني طرف حديد، كل اللي يبيع لهم في الأوهام يدجع عليهم بالأوهام والناس شادة فيه. التجاء مؤخرا إلى اقتراض مباشر البنك المركزي، تم انهيار اقتصادي مغطى مغلف، باش يقعد يدجلوا على الناس أكثر وقت أطول وقت ممكن إلى حتى تنهار كل شيء على رؤوس التواسة. وأنا ذاك تذكروني، يعني ذاك تذكروني الدول الراعية للديكتاتورية تقول أسقط الرابع العربي، لماذا لم تنقض هذه السلطة إذا كانت فعلا هي تو انا حسب رايي قاعدين يلوجوا في بديل. انا هذه قناعتي، لانه عارفين انه يعني غير سوي غير شرعي غير كذا، وانه خلاص يعني الناس كلها ربما 10% اللي مازالوا يصفقوا له يعني المخدوعين. نعم. اما انا اتصور انه الخطر الكبير مره اخرى هو انه الان وهذه كلمه اخيره للجمهور، يبحث له عن بديل. ولكن دور الديمقراطيين الان هو التجمع، هو دور الشباب الآن هو أن يستعيد النفس الثوري، هو دور الناس أن تستعيد يعني ثقتها في أنه هذا المستقبل، أنه هذه الفترة الاحباط إذا ما توفى. لأن شايف التوانسة في حالة نفسية اللي عفدت 50 سنة عمري ما شفتها، يعني الانهيار النفسي، الانهيار المجتمعي، الانهيار الأخلاقي اللي شايفه في هالبلاد من جملة هذا الشخص ومن معه والأكاذيب التي كذبت عليهم. وكيفاش يعني الثمرة الوحيدة اللي كانت ترفع من قيمة التوانسة اللي هي الثورة كيفاش سحقت ومحقت. نعم. وكذب عليها وكذا وكذا، هذا كله أدى إلى أزمة نفسية لكن يزمها تنتهي. نعم. فكرة العصيان المدني ممكنة حتى نختم معكم ما طرحتموه سابقا، العصيان المدني وغيره؟ طبعا أنا نعتبر أنه يعني هذه الدكتاتوريات خاصة إذا كان وراها مخابرات وأجهزة خارجية إلى آخره لا تنتهي لا بالانتخابات ولا حتى شيء، تنتهي بالثورة. نحب ثورة سلمية ديمقراطية كما وقعت في 2011، وهذا لابد منه. وعلى كل حال خذوا النموذج من ما يقع في غزة، شوفوا يعني هؤلاء الغزاويين قدرتهم على الصبر على الألم، يعني تمسكهم بأرضهم بالقوة بالشجاعة النبل إلى آخره، خذوا منهم العبرة. تأخذ لي في العبرة من هل يعني ما نحبش نقول كلام يعني كذا، خذوا العبرة من هؤلاء الناس. أنا عندي قناعة أنه ثم زخم نفسي الآن قاعدة تمد فيه المقاومة الفلسطينية، وهذا الزخم سيأتي بأكله طال زمان وقصر في العقول وفي القلوب. إن شاء الله الأجيال الشابة هذه يعني تختزن كل هذه القوة الموجودة اللي تراها في غزة لإعادة بناء البلدان الذي دمرها الاستبداد، دمرها الشعبوية الغبية، ودمرتها التدخلات الخارجية اللي رافضين أن نكون شعوب حرة وشعوب يعني تتمتع بالفرحة الحياة على الأقل الشيء الممكن منها. على كل حال ولا بد لليل أن ينجلي. شكرا جزيلا دكتور محمد مرزوق الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، شرفنا في هذا اللقاء المباشر. شكرا لكم مشاهدينا، لقاؤنا معكم يتجدد إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، في أمان الله.